وسهلا ومرحبا معكم الدكتور عماد، 38 سنة ومطلق، عنده بنية الله يخليها عليه. سي عماد، تكلمنا شوية على حياتك الشخصية، ماشي داكشي اللي كدير الراديو وماشي داكشي ديال التلفازة، دابا غادي تكون مطلق معنا وداكشي اللي في قلبك غادي تقول. إن شاء الله دكتور عماد، تزاد في 1976 في أسرة عسكرية، عسكرية يعني قانوني. الوالد ديالي كان الله يرحمه كان ضابط سامي في الجيش، والام ديالي جايه هي متقاعده، كانت في الطيران المغربي، الطيران الحربي المغربي، وهاد الاسره هذيك منها خدينا الوطنيه، خدينا بزاف ديال الامور في الحياه. وكذلك دكتور عماد هو واحد انسان شعبي، يعني ولد الشعب اللي حتى هو بحال اي شاب اللي دوز الفتره ديالو. وعائله كما باقي العائلات المغربيه، عائله مغربيه 100%، مشبته بالاصاله ديالها، مشبته بالوطنيه ديالها، وهذا الشيء من خديت الوطنيه وخدينا حب الوطن، كل واحد خداه من الجهه ديالو. فانا خديت واحد الرساله على العاتق ديالي، هو حب الوطن فيما يخص الصحه. اذا انا مشيت ودرت التوجه ديالي في العلوم الصيدليه، وهنا في العلوم الصيدليه بدات العلاقه، ولكن العلاقه اللي كانت قبل، لان العلاقه ديالي بالاعشاب هي واحد العلاقه، علاقه حب، علاقه طفوله اللي ولدت. لا قبل ما نوصلوا لهذا الاستعمال ديال الاعشاب وهذا، فين قريتي انت هذا المسار ديال الدراسي؟ اذا المسار ديال الدراسي، انا يعني كما قلت مواليد الرباط، زادت في الرباط في 1976، بحكم العمل ديال الوالد انه كما قلنا كان عسكري، فمشى كمدرس او انستركتور ميليتير، يعني مدرس حربي في الاكاديميه الملكيه العسكريه، وانتقلنا لمدينه مكناس اللي عشت فيها 14 عام. اذا انا درست البريمير ديالي او الدراسه ديالي الاولى درستها في مدرسه السيده سنه مريم، اذا قريت عند لي سور. فهنا سبحان الله كنشوفوا كيفاش ان المغرب منذ الازل ومنذ القدم كان يعيش التعايش الديني. فانا قريت عند لي سور، يعني قرينا عند الغريبات، قرينا عندهم. تصور اننا في مدرسه اللي كانت هادشي فين؟ اش بلاصه؟ في مكناس، وبلاصه اللي فيها يعني كنعرفوا حنايا الدين المسيحي، وكنا كنقراو كذلك الناس. دابا باش تزيد تعرف لها السي عماد، واش انت دابا واش رباطي ولا مكناسي ولا كازا ولا محمديه؟ انا مغربي. دابا ما فهمتش، واش عندكم في كل بلاصه عندكم سكن ديالكم؟ شوف، واحد السؤال، هذا سؤال مهم، هو هادشي ماشي انت الاول اللي كطرح لي هذا السؤال هذا. فانا كما كنقول لك مغربي، انا اعشق التنقل، اعشق السفر، غير هو بحكم الاشتغال ديالي. فكتلقى ان مدينه مراكش كاينه الصيدليه ديالي كصيدليه وكباقي الصيدليات. دابا توضحنا بان عندك محل صيدله في مراكش. اكيد، ولكن كنت عارف انا شحال هذه كان عندك هنايا في الدار البيضاء. فانتقلت يعني لظروف خاصه، لظروف يعني عائليه، فتحولات، ومن بعد انتقلت لمدينه مراكش. علاش؟ لان مشيت عاوتاني لمدينه مراكش، كانوا الاهل، كانوا الاحباب، كانت قريبه واحد شويه، وكذلك لبعض الظروف العائليه. انا بديت يعني خديت الباك ديالي في ثانويه مولاي يوسف، ثانويه عريقه، الثانويه اللي بزاف ديال الفطاحله اللي في البلاد ديالنا، اللي لا في المجال السياسي ولا في المجال العلمي ولا في المجال الثقافي، ولا كذلك حتى في المجال الاعلامي، اللي بزاف ديال الشخصيات الكبرى اللي تخرجوا منها، وكنعرفوا انها رمز المقاومه المغربيه. فانا كان لي الشرف انني درست بها. فمن بعد ما انتقلنا من مدينه مكناس مشينا لمدينه الرباط، وحصل لي الشرف انني درست في هذا الليسي هذا ديال مولاي يوسف، اللي فعلا خدينا فيه بزاف ديال الامور، وخدينا فيه واحد الباكاج. انتقلت للدكار، مشيت للسنغال درست بها واحد العامين، ومن بعد السنغال انتقلت للضيه الروسيه، اللي كانت واحد التجربه جميله جدا، واحد التغيير في الحياه. وتما فين خديت او حصلت على الماستر في علوم الصيدليه. اذا غادي نقولوا انت صيدلي؟ اكيد، انا دكتور ديبلوم. صيدلي. فوالا، انا دكتور صيدلي. وكيفاش من صيدلي مشيتي لهذا الفكره ديال الاعشاب وهذا؟ اكيد،
اكيد. فكنشكرك على السؤال السي شفيق، سؤال مهم جدا، لان بزاف الناس كيتسالوا هذا السؤال وما كيعرفوش العلاقه. بالعكس نقدر نقول لك السي شفيق ان المتخصص الوحيد الذي يمكنه ان يزاول الاعشاب، اذا احنا نقولوا احنا العشاب الحقيقي هو الصيدلي، لان اصلا الصيدله بنيت على الاعشاب. فاذا الى رجعنا واحد شويه للوراء، رجعنا للتاريخ الصيدله، فكنلقاو ان الصيدله كانت عباره على الاعشاب. شكون علمنا الاعشاب؟ قدره الهيه، وكذلك الحيوانات. فشحال هذه كان الانسان كيشوف كيفاش كانت مثلا واحد القط مثلا كيتجرح، كيمشي كياخذ واحد النبته كيعضها كيديرها على الجرح ديالو، كيشوف واحد الحيوان اخر في الغابه وقع عليه تخم او وقع عليه بعض التسمم مثلا، اش كيدير؟ كيمشي كياخذ واحد النبته كياكلها وكيستفرغ، اذا كيرجع. فهنا بداو كل نبته كيشوف التفاعل ديالها او كيفاش كتاثر على الجسم، كياخذها وكيشربها. زائد بعض النباتات اللي كانوا كيديروا فيها بعض التجارب كيشوفوا يعني التاثير ديالها على الجسم. من بعد التطورات، من بعد من وراء هاد النباتات ولات الخلطات كيتخلطوا معها مواد كيميائيه، فبدات كتطور حتى وصلنا للعولمه، وصلنا للتطور التكنولوجي. فاحنا كنعرفوا ان العلم كيسير وكيواكب كما كنقولوا حنا التطور ديال الاعوام حتى وصلنا للصيدله. ولكن هذا لا يمنع ان القانون المنظم للصيدله ما يسمى بالفارماكوبي، ان الجزء الاول ديالها هو جزء مخصص للمواد الكيميائيه، ولكن الجزء الثاني عباره على واحد الجزء كبير جدا كيختص او فيه المواد الطبيعيه بما فيها النباتات، بما فيها المواد الاساسيه فيها، بما فيها بزاف ديال الامور كما كنقولوا حنا اللي كتصلح العلاج الطبيعي. باش بغيت ننصح الناس دابا واش يتبعوا الادويه ديال الصيدله ولا يتبعوا الاعشاب؟ مهم، سؤال جميل سي شفيق. الاعشاب هو جزء لا يتجزأ مع الصيدله، لان حتى في تداول الاعشاب هناك امور يستعصى العلاج بها. نمشيو لاصعب حاجه اللي هو السرطان. وبعض الناس مثلا كنلقاهم انهم او بعض العشابين او بعض الناس اللي يمتهنوا هذه المهنه عشوائيا، كيجيو كيقولوا للانسان انه خصو يحيد الادويه ديالو مثلا ديال السرطان ويستعمل بعض الاعشاب، فهذه مساله مضره. لان نعطيو مثلا ديال البارستام لا غيستولوش، اللي هي ماده سامه، ماده كتسبب القصه الكلوي. فتصور معايا ان الانسان كيعالج على السرطان وكنزيدوه القصه الكلوي، فهاد الامور هذه خطيره. اذا كاين بعض الامراض المزمنه التي لا ينصح فيها استعمال الاعشاب، بحال السرطان، بحال التعفنات الفيروسيه، لان يعني الفيروس كيخصو دواء اللي يقتلو، ماشي الاعشاب. بعض الامراض المزمنه الاخرى مثلا كيقول ليه خذ الاعشاب وخلي السكر، خلي الدواء ديال السكر ولا خلي الانسولين، مساله كذلك مغلوطه. لان يعني في بعض الحالات الا خلطنا النباتات مع الادويه ديال السكر يمكن يهبط لنا السكر اكثر من القياس ديالو، واكثر من يعني من القيمه ديالو، وفي بعض الحالات هذا الشيء يمكن يدينا للوفاه ويدينا للتسمم. الدكتور عماد، التخصص ديالك انت في الاعشاب؟ نعم. اشنو؟ فتخصص شامل ما يسمى بالفيتوثيرابي. انا اولا اعتبر ولا كان تعتبر من اول الباحثين العرب، ومن اول الباحثين الافريقيين كما كنقولوا، من اول الباحثين اللي داروا او في الجاليه العربيه اللي دازت دراسات ديالها في روسيا، اللي دار واحد البحث علمي. فانا درت بحث علمي، انا اكثر من الدكتوراه درنا واحد البحث علمي مده 3 سنوات. هذا البحث العلمي وظفت فيه الطبيعه وظفت فيه الكيمياء، فانا استخلصت مستخلصات من نبتات ليبيسكوس او ما يسمى بالكركديب، او ما يسمى في كانوا يسمى في 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 مصر القديمه بمشروب الفراعنه. لماذا هذه النبته هذه كان او لماذا من فوائد؟ شنو خدينا؟ خديت انا هذا المستخلص ديال الكركديب، كان يشرب في شكل شاي، فنحاول ناخذو ونردو في شكل كومبريمي، يعني واحد الكبسوله او كومبريمي عقار اللي يمكن الانسان ياخذو معاه في الصاك ويهزو ويشربو بالماء. وهنا دخلت جوج ديال التجارب. فالتخصص ديال الصيدلي كنقرا واحد الماده اللي يسمى بالفارماكوجنوزي او فارماكوجنوزي. هذه الماده هذه ماده يدرس فيها التعامل الصحيح مع النباتات، فهنالك ازيد
من حيث النبتات راه بلايا النباتات موجوده في الكره الارضيه، ولكن واحد الاقليه ديالها هي اللي كتكون معالجه. شنو هي او ما يسمى بلي بلونت ميديسينال؟ شنو هو بلونت ميديسينال؟ ان هاد النباتات غير كتدخل لنا للداس ديالنا كتعطينا واحد التفاعل، يا اما كترتفع درجه الحراره يا اما كتسرع دقات القلب، فهادو اللي كيتسموا لي بلونت ميديسينال. ففي هاد الفارماكولوجي كنقراو تزيد من 5000 نبته، كتعرفها، كتعرف المكونات، كتعرف الفتره ديالها، كتعرف شنو علاش كتصلح، شنو هما المواد اللي كتخلط. فلهذا قلنا ان المتخصص الوحيد اللي خصو يتعامل مع النباتات هو الدكتور الصيدلي، ويليها ماده الفيتوثيرابيا هو العلاج بالاعشاب، اللي فيه كنعرفوا معايير ومقاييس اخرى، زائد المواد التي تدرس يعني اون باراليل، يعني توازيا مع المواد هذه، اللي هي الفارماكولوجي يعني المعالجه او علم الادويه، الفارماكوثيرابي او علم التداوي. فهذه كل امور واحد الباكاج اللي كيخلي الدكتور الصيدلي يمكن له هذه المواد الطبيعيه يوظفها للجمال ولا للصحه. مرحبا. الحلبه كتصنع الدوره الدمويه، وخصنا نتفاداوها ناخذوها كل نهار، لانها كيكون تعطينا اضرار على نتفاداوها ولا ناخذوها كل نهار؟ لا، نتفاداو ناخذوها كل نهار. لان يمكن تاثر على الدماغ ديالنا، عندنا واحد الشعيرات صغار في الدماغ، الى كثرنا منها كيمكن توقع الانفجار ديالهم. والحلبه كناخذو 5 ديال الحبات فقط، كنشربوهم بالماء وما نفوتوش 15 يوم في الاستعمال ديالهم. مزيان. الثومه، الثومه كتعتبر مضاد حيوي طبيعي، متفقين، ولكن الثومه من الاحسن تفور الى ما نستهلكوها، ولا نديروها مع الشلاطه ملي كنديروا عليها الرحم كان احسن، لان الثومه فيها مواد كبريتيه، والا خديناها مباشره كيمكن تحرق لنا المعده ديالنا. هذا ماشي انك تكون في الطنجيه المراكشيه كديروا الثومه بكلشي لا بقشرتها بلا شي حاجه. انا لان كطيب، انا الثومه كل ما طابت، الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول ان يجب اماته البصر والثومه بالطيار، فهذا هو المقصود، لان في واحد الماده سميتها الجرمانيوم، ماده مهمه ولكن خصها تكون سخونه شويه. الماء ديال البصل، البصله الحمراء، البصله الحمراء ماء البصل، وخاصه شاعت واحد الوصفه من الانسان خصو يشربوا في الصباح على الريق. فمن الاحسن هذا الماء ديال البصل نوظفوه مثلا في الشلاطه، ومن الاحسن ان من الناس اللي كنقول البصله نشلضوها وناكلوها كان احسن، لان كيبقاو فيها الالياف ديالها، كنبقاو محافظين على المواد ديالها، وما كتصدرش المعده ديالنا، لان حتى البصله فيها مواد كبريتيه. الفرق ما بين اللحم، الحوت، الدجاج؟ الفرق ما بين اللحم، الحوت، الدجاج، فغادي نقولوا الحوت البوتاسيوم، غنقولوا الحوت الفوسفور. الدجاج هو لحم ابيض، واللحم الابيض كيعطينا واحد البروتينات اللي كتكون سهله الهضم وسهله الاحتراق، وكيستافد منها الجسم دغيا. واللحم كيجي في المرتبه الثالثه، لان البروتينات ديال اللحم كتكون ثقيله، ولكن ما خصناش هاد الثلاثه ديال المكونات يكونوا ضروري، خصهم يكونوا ندخلوهم ثلاثه الاسبوع. الحليب الكالسيوم، الناس اللي كيعانيو من فيتامين دي، فالحليب مهم، خاصه ان الانسان يحاول ياخذ على الاقل واحد الكاس صغير ديال الحليب في اليوم. فكاس صغير ديال الحليب في اليوم كيعطينا 50% من الاصابه بالاكتئاب. هشاشه العظام، هشاشه العظام خصها ما تكونش مزمنه، فاذا كانت مزمنه كيخص واحد العلاج طبي. في المواد الطبيعيه شنو يمكن يعاوننا على هشاشه العظام؟ غادي ناخذو الزنجلان، لو سيزام، اللي فيه مواد مثبته للفيتامين دي. ديال الزنجلان فيه مواد كتقلب على الفيتامين دي في المكونات اللي كناكلو، لان اي مكون كناكلو فيه الفيتامين دي، وكتجي كتاخذها وكتثبتها في العظام ديالنا. يمكننا ناخذ معلقه كبيره ديال الزنجلان يوميا، كنهضروا حنا بالنسبه للكبار، يعني من 13 عام للفوق. وكنسمعوا كيديروا ديك الحسوه فيها إلان، كيقول لك مزيانه للهرس، مزيان الهشاشه العظام، واش نعم؟ ف الا مهم، الا المواد مهمه، غير هو الا خصنا نعرفوا السي علاش كيطلع طونسيون. فالناس اللي ما عندهمش طونسيون يشربوا مزيان، كيعطي فائده. الحسوه ديال الشعير حتى هي بحليب مزيانه، ونزيدوا فيها الحريقه الحرشه لوختي. فالحريقه الحرشه كناخذ واحد المعلقه صغيره ديالها، وكنديروها في ديك الزلافه ديال الحسوه ديال الشعير وديال الا، كنخلطوها وكنشربوها في الصباح، حتى هي كتعاون الفيتامين دي باش كيتكون وكيتزاد القيمه ديالو في الجسم. وهنا كما قلنا كنهضروا على فيتامين دي قليل ولا فيتامين دي في الذات وكان وزنه. اما دائما قاعده اساسيه ملي كيكون اون كارونس، يعني نقص مزمن، ضروري كيخصنا ناخذوا مواد
صيدليه باش كترجع لينا ديك القيمه ديال الفيتامين دي اللي مشات، وعاد ديك الساعه كيمكن نستعملوا هاد المواد الطبيعيه المرافقه. ولكن ما نساوش المساله اللي ما كنعرفوهاش، ان فتره النوم، ان حتى الانسان اللي كينعس مورا 12 ديال الليل، لان الابحاث بينات بان قبل 12 ديال الليل كيتفرز ماده الفيتامين دي في الدس ديالنا. فحتى الانسان اللي كان كينعس مورا 12 ديال الليل كان عنده واحد الارهاق، ما كانش كينعس الساعات ديالو الكافيه، كان واحد التوتر مفرط، حتى هو كيمكن يفقد الفيتامين دي. والفيتامين دي راه ماشي عند العيالات بوحدهم، يعني عند النساء حتى عند الرجال، لان عند الرجال كيدخل في التكوين ديال 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 الحيوانات المنويه، كيدخل في كيلعب دور كبير في الخصوبه عند الرجل، وكذلك كيلعب دور كبير في المناعه لا ديال الرجل ولا ديال النساء. والسؤال الاخير السي عماد هو الحجامه. الحجامه جميله جدا، ولكن الحجامه خصنا نديروها عند الناس اكفاء، من الاحسن يكونوا ناس اللي قارين شريح اطباء من الاحسن، باش كيعرفوا المناطق اللي خصهم يتحجموا فيها الانسان، تفاديا باش ما نوقعوش في نزيف، تفاديا باش ما نوقعوش في واحد كما كنقولوا حنا دي كومبليكاسيون، مضاعفات على الصحه ديالنا. كان معكم الدكتور عماد من مدينه الدار البيضاء العاصمه الاقتصاديه، برافو عليك. اهلا بكم.